منذ انطلاق المونديال من سنة 1930 وحتى اليومنا هذا، الأكيد عديد الطرائف والنوادر حصلوا قعدوا في البال ودخلوا في فولكلور كأس العالم. خلينا نتعرفوا على بعض منها في الحلقة الرابعة من رود تو كاتار 2022. مرحبا بكم. مع وصولنا للدورة 22 من كأس العالم ومع تعدد الفرق المشاركة، فإنه الأكيد حصلت عديد الطرائف والنوادر اللي قاعدوا في البال. خلينا نتعرف عليها مع بعضنا. سميتها الطرفة هكا ما يصير يا طويل العمر، لأن الطرفة هذه أبطالها الأشقاء الكويتيين أثناء مباراتهم ضد فرنسا في مونديال إسبانيا 1982. طبعاً المنتخب الفرنسي قايم بالواجب وزيادة مع المنتخب الكويتي، متقدم عليه بنتيجة 3 أهداف لهدف. الدقيقة 82 الأجواء عادية وطبيعية والكل يستنى في انتهاء المباراة. تصفيرة قوية جي من الجمهور اللي يتفرج في الملعب، تغلط الدفاع الكويتي وتخليه يقف وتخلي ألان جيريس يتقدم وحده ويسجل الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي. الاحتجاج ما جاش من اللاعبية بل من المدارج، وتحديداً من رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ فهد الصباح اللي هاجو ماش. هذا ما يصير، هذا ظلم واضح وايد وايد، يا تلغون الهدف يا ما نعود المباراة. وفي مشهد غريب عجيب، الأمير ينزل لحافة الملعب ويطلب من الحكم الروسي ستوبار إلغاء الهدف وإلا التهديد بالانسحاب. وفي مشهد غريب، الأمير يرجع للمدارج هو يصفق، والحكم أعلن مباشرة بعدها على إلغاء الهدف، وهكا يدخل التاريخ كأول هدف يتلغى في كأس العالم بقرار أميري. بون، إلغاء الهدف هذا ممنعش المنتخب الفرنسي من إضافة الرابعة في الدقائق الأخرى، ولكنه تسبب في إيقاف الحكم من مدة كبيرة، إضافة إلى موجة احتجاجات كبيرة شهدتها أرضية الميدان. الترشح للمونديال يقعد ديما فرحة كبيرة لكل بلاد، خاصة إذا ترشحت لأول مرة. أما أنك ترفض المشاركة من أجل طلب غريب كما هكا، فهذا الحقيقة ما تعودناش به. المنتخب الهندي جد صحيح باش يشارك في كأس العالم وهم حافين من غير صباط ولا حتى كالسيتا. الفيفا طبعا رفضت طلب منتخب الهند بتعالة وجود قانون بإجبارية ارتداء الأحذية حماية للاعبين. وبكل بساطة المنتخب الهندي جاوب الفيفا بنو بروبليم وانسحب من المشاركة في المونديال. أصلا قالوا حتى المشاركة في المونديال ما هيش حاجة كبيرة، بالعكس خلينا كورة حفاية كيما تعودنا. وربي معاك يا فيفا. من وقتها المنتخب الهندي ما ترشح حتى مرة للمونديال، وارتبط اسمه بمنتخب الحفاية. لويس سواريز نجم الأوروغواي وفريق برشلونة سابقا، متعنا طوال مسيرته بأهدافه المزيانة وبسرعته الكبيرة اللي تقلق كل دفاع قدامه. ومع عشق سواريز للأهداف، فإنه يعشق حاجة خاصة برشا وهي مص الدماء وعض المنافسين، ومنها جاءت تسمية سواريز العذاب. حوادث عديدة تورط فيها الأوروغواياني في غرس أسنانه الحادة في عديد من المدافعين، ولكن أشهرها هي اللي التقطتها عدسات الكاميرا في المباشر في مباراة الأوروغواي وإيطاليا في مونديال البرازيل 2014، اللي بكل خفة وشطارة وبعيد عن أنظار الحكم ينجح في غرس أسنانه الحادة في كتف اللاعب كيليني. الكدمة كانت قوية ووجعت حتى سواريز نفسه، خلي الإحساس اللي حسه كيليني. ورغم احتجاج الطليان إنه الحكم ما شافش العملية وتعدات الأمور بسلام، إلا أنه الكاميرا ورطت اللاعب الأوروغواياني، والفيفا بعد مباشرة قرر عقوبة قياسية في حقه، 9 مباريات وأربع أشهر غياب عن الملاعب. عقوبة خلت سواريز يخمم برشا قبل كل عضة ناوي يهديها لأحد منافسي. هكا نوصل نهاية الحلقة الرابعة من رود تو كاتار 2022. دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس مهم برشا باش يخلي فيديوهاتنا كل توصل لكم. هذا أحمد بريشي حييكم ويقولكم بسلامة.